أردنا أن نقف معهم في هذا اليوم الوطني، أولا لكي ندعم هذه الفئة الهشة وننوه بمجهودات الدولة فيما يخص تدعيم ومرافقة هذه الفئة. اليوم قمنا بتوزيع كراسي متحركة، وسائل التنقل أو النقل بالنسبة للمعاقين، كذلك بالنسبة للأسر تم الاتفاق على أنه يتم تدعيم وتصدير برنامج إضافي لزيارة هؤلاء الأطفال. وزعنا في هذا اليوم 17 جهاز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تختلف بين كراسي متحركة وكراسي كهربائية وكراسي خاصة بأطفال إعاقة تاع الـEMC ودراجات نارية، بالإضافة إلى أجهزة مساعدة على المشي.